بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يا السنة تيفي تكتاتايوش بزاريو درساتين يا أند تالاك صحابي تاريكي زنال يا صحابي عمرو ابن العاص بمبال يتاوكال اي صحابي يسلم بتن هنيتا سيناغرو اسلم عمرو ابن العاص بعد تفكير طويل وتدبر كبير اي سو اسلمنان يتقبلوا كبزو ماستنتننا كبزو ممرامر بهالا نبر اسلمنان يتقبلوا يلالو وقد قال الرسول الأعظم عنه أسلم الناس وآمن عمرو ابن العاص كبزو ماستنتن كبزو تفكير بهالا اسلمنان بمقبلو مكنيات نبياتنا عليه الصلاة والسلام منالو سلسو سيناغرو ليلوچو سوچ سلمو نو ميبالو يلانو ليلوچو سوچ سلموال عمرو ابن العاص جن امنوا لالو نبي عليه الصلاه والسلام بتام سلا اسلمنا تمرامرو اسبو سلهونه يتقبلوا يهنن مسكرنت نبياتنا عليه الصلاه والسلام ستوتال تادا اي صحابي بهيوت زمانو لا مسلمو عالم تلك ولتا يوال صحابي نو በጣም ታላላቅ የሚባሉ ሁለት ሀገሮችን ወደ እስልምና እንዲገቡ ያደረጋቸው የሙስሊም ሀገር እንዲሆኑ ያደረገው እሱ ነው። እነዚህ ሁለት ታላላቅ ሀገሮች ማናቸው? ፍልስጤንና ግብጽ ናቸው። ሁለቱ የተከፈቱት በዚህ በታላቅ ሰሐቢ በአምር ኢብኑ አልዓስ በሱ مرنتنا تبدأ هذه القصة قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان حيث ولد عمرو يا عمرو ابن العاص تاريكو يمي جمرو كهجرة بفيت قماش كفل زمان اللو يعني السو يتولدو نبياتنا عليه الصلاة والسلام كمكة ودى مدينة هجرة كما عدرقاتشو كحمسة عمت بفيت نوية تولدو مالتنو وتنتهي في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين اندازيوم دقمو هيوتو يميالكو تاريكو يميالكو نا يموتبت دقمو كهجرة بهالا بأربع سوستنياو عمت لاينبر تادئي صحابي أبوه فهو العاص بن وائل أحد حكام العرب في الجاهلية وسيد من ساداتهم المرموقين أباتو العاص بن وائل بلا بجاهلية وزمن كعرب نقستاتوش مكاكل عندن يونقوس السنو
እንደዚሁም ወሰይዱ ሚን ሳዳቲሂሙል መርሙቂን ከአለቆቻቸው መካከል አንዱ እሱ ነበር። ወዋሂዱ ሚን አልዲነ ይርተፊዑ ነሰቡሁም ኢላ ዙአበቲ ሚን ቁረይሽ እንደዚሁም ደግሞ ከቁረይሽ ጎሳዎች ከቁረይሽ ውስጥ ካሉ ጎሳዎች በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ካለው ጎሳ ውስጥ ነበር። ወአማ ኡሙሁ ፈለም ተኩን ከዛሊክ ወኢነማ ካነት አመተን ሰቢያ አባቱ እንዲህ ያለ የተከበረ ሰው ሲሆን እናቱ ደግሞ በአባቱ ደረጃ ያለች ሴት አልነበረችም። እንግዳውስ ተማርካ የመጣች ባሪያ አገልጋይ ነበረች። لذا كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة أو مرتق فوق منابر الخطابة تادا السون يممك أن يسوج بزي مكنيات بي بوتاو بي مدركوه اللو السون لما الشماك كفلق نبر حتى على كرسي الإمارة يال يسلطان ونبر لا يال እንደዚሁም ደግሞ ንግግር ለማድረግ መድረክ ላይ ወጥቶ የተናገረ ይያለ በእናቱ ምክንያት ያነወሩ ሊያሸማቅቁት ይፈልጉ ነበር። حتى ان احدهم قد اغرى رجلا على ان يقوم اليه وهو مرتق على المنبر ታዲያ አንድ ቀን አምር ኢብኑ العاص ምንበር ላይ ወጥቶ መድረክ ላይ ወጥቶ ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ንግግር ያደረገ ባለበት ሰዓት አንድ ሱን የሚመቀኝ ሰው የሱ ጠላት የሆነ ሰው ሌላ ሰው በሱ ላይ መጥፎ ነገር እንዲያደርግ ቀሰቀሰው። ምን ወአይስአለሁ عن امه ስለ እናቱ ሊጠይቀው ማለት ነው። እሱ ብዙ ህዝብ የተሰበሰበበት መድረክ ላይ ሆኖ ንግግር ያደርጋል። ይሄ ሰው ደግሞ ገንዘብ ተከፍሎት መጥቶ ስለናቱ ምንነት ሊጠይቀው ማለት ነው። وذلك لقاء مبلغ جزل من المال اغدقه عليه انت ይሄንን የምታደርግ ከሆነ ከፍተኛ ገንዘብ ሰጣሃለሁ ብሎት ከዛም ይሄ ሰውዬ በዚህ ውለታ ተስማምቶ ምን አደረገ فقام الرجل وقال من ام الامير አምር ኢብኑ العاص ንግግር ያደረገ ባለበት ሰዓት ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ለመሆኑ የአሚራችን የመሪያችን እናት ማናት ስለ እናት ምንነት እስኪ ንገረን አለው። ሲለው فضغط عمرو على نفسه وتذرع بحلمه ايه በጣም የሚያናድና የሚያበሳጭ ጥያቄ ነው። ነገር ግን አምር ኢብኑ العاص ሁሉንም ነገር ንዴቱንም ብስጭቱንም ተቆጣጠረውና ثم قال هي النابغه بنت عبد الله እናቴማ نابغه بنت عبد الله ትባላለች አለው። اصابتها رماح العرب في الجاهليه فبيعت بسوق عكاظ በጃሂልያው ዘመን ከእስልምና በፊት የነበረው በድንቁርናው ዘመን አረቦች አንዱ ጎሳ የአንዱን ጎሳ ይወራል። በጉልበት ይወሩና ከወረሩ በኋላ ንብረታቸውን ይዘርፏቸዋል። ሴቶቻቸውንም እንደዚሁ ይቀሙና ይማርኳቸዋል። እናም የኔ እናትም ተማርካ የመጣች ሴት ናት። ከዚያ ማርከው ካመጧት በኋላ ዑካዝ በሚባለው የገበያ ቦታ ላይ አምጥተው ሸጧት አለው። فاشتراها عبد الله بن جدعان ከዛም ከዑካዝ ገበያ ላይ ለሽያጭ እንደቀረበች عبد الله بن جدعان የሚባለው እሱ ገዛት። ከገዛት በኋላ ثم وهبها للعاص بن وائل يعني اباه ከዛም ለአባቴ ለዓاص بن وائل በስጦታ በሃዲያ ሰጠው። فولدت له فانجبت ከዛም እኔን ወለደችኝ አለና
ተረጋግቶ ያለምንም መበሳጨት ራሱን ተቆጣጥሮ እንዲህ አድርጎ መለሰለት። فإن كان بعض ممزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذه ينينات تاريخوا ايهي نواهون ينقركوه نوالو انين بمطلاتنا بممك انيت لبو يتكات ألسو يهونا ستوتا ستوه كهونا بلاهون تكابلوالو يعني جنزب تستوت ይህን ነገር እንዳደረገ አምር ኢብኑል አስ ገብቶታል። وحين اخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون الى الحبشه للتخلص من بطش قريش ونكالها ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم عزمت قريش على استعادتهم الى مكه مسلموش مكه لاي بزو سقاينا غف ቁረይሾች ሲያደርሱባቸው ከቁረይሾች ስቃይና እንግልት ለመገላገል በማሰብ ወደ ሐበሻ ስደት ለማድረግ የተወሰኑ ሰሃቦች ወስነው ወደ ሐበሻ መጡ። ወደ ሐበሻ ሲመጡ ቁረይሾች ደግሞ ይሄንን ሲሰሙ ወደ ሐበሻ የሄዱትን ሙስሊሞች ወደ መካ ማስመለስ አለብን ብለው ወሰኑ። ወኢዛቀተሂም አልዋናን ሚን አልዓዛብ ከሐበሻ ከተመለሱ በኋላ የተለያዩ አይነት ቅጣቶችን እናቀምሳቸዋለን ብለው ወሰኑ። ከዛም ይሄንን የሚያስፈጽምላቸው ወደ ሐበሻ ሂዶ ከንጉሱ ጋር ተነጋግሮ የኮበለሉትን ሙስሊሞች እንዲያስመልስላቸው ማንን መረጡ? عمر ابن العاص مرتوت واختارت عمرو ابن العاص للقيام بهذه المهمه لما كان بينه وبين النجاشي من اواصر ود قديم يهنن تلكو يمياسفصملاچو عمرو ابن العاص مرتو عمرو ابن العاص يمرطوبت مكنياتاچو دغمو مندن نبر بهولتو مكاكل በሐበሻው ንጉስ በነጃሽይና በአምር ኢብኑ ልዓስ መካከል የቆየ ወዳጅነት ነበራቸው። ስለዚህ በዚህ በወዳጅነቱ ምክንያት ከሱ ጋር ተነጋግሮ ሙስሊሞቹን ያስመልስልናል ብለው በማሰብ አምር ኢብኑ ልዓስን መረጡት። وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطارقته من الهدايا ከዛም ነጃሽይን የሚያስደስተውን የስጦታ አይነት ሰበሰቡ። እንደዚሁም ደግሞ በነጃሽይ ዙሪያ ያሉት ቀሳውስቶችም ለነሱም የሚሆን የሚያስደስታቸው የሆነ ልዩ የሆነ ስጦታም ማሰባሰብ ጀመሩ። ፈለማ ወፈደ አለ ነጃሽይ ሐያሁ ወበያህ ከዛ ብዙ ስጦታዎችን ይዞ عمر ابن العاص ودا حبشا متا ودا حبشا متا انا كنجاشي يغار تغناني كنجاشي يغار تغنايتو سلامتا اقربلت لنجاشي حياك الله وبياك الله بلو سلامتا اقربلت وقال له ان نفرا من قومنا قد كفروا بدين ابائهم واجدادهم كنيا يهونو وغنوچ ينيا وغنوچ يهونو የኛን የያቶቻችንን ኃይማኖት የካዱ ሰዎች ወደ አንተ ሀገር መጣዋል አሉ። واستحدثوا لانفسهم دينا جديدا ለራሳቸው አዲስ ኃይማኖትን ፈጥረዋል። وقد ارسلتني قريش لاستئذانك باستعادتهم الى قومهم ታዲያ የኔ ደግሞ ቁረይሾች ወደ አንተ ልከውኛል እነዚህ ኮብልለው ወደ አንተ ሀገር የመጡትን ሰዎች ወደ ወገኖቻቸው ወደ መካ እንድትመልሳቸው እኔ ተልኬ ነው የመጣሁት አለው። ወደ መካ የሚመለሱት ለምንድን ነው አለ? ليردوهم الى دينهم ويعيدوهم الى ملتهم ايه አዲስ የተከተሉትን ሃይማኖት ትተው ያያቶቻቸውን የቅድመ ያያቶቻቸውን እምነት
ወደዛ እንዲመለሱ ለማድረግ ሲባል እንድታስረክበ ይመጥቻለሁ አለው። ይሄን ሲለው فاستدعى النجاشي نفرا من الصحابه كصحابوش መካከለ የተወሰኑትን ጥሩልኝ አለና ወደ ቤተ መንግስት እንዲመጡ አደረጋቸው። سألهم عن دينهم الذي يدينون وإلههم الذي به يؤمنون ونبيهم الذي جاءهم بهذا الدين كዚያም ከጠራቸው በኋላ ከተጠሩት ሰሃባቶች መካከል የመጀመሪያው ታላቁ ሰሃቢ جعفر ابن ابي طالب ነበር። እና ነጃሺ ንጉሱ ፊት እንደቆሙ ጥያቄ ጠየቃቸው። ይሄ አሁን እየተከተላችሁት ያላችሁት ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት ነው አለው። እንደዚሁም ደግሞ የምታምኑበት አምላካችሁስ ምን አይነት አምላክ ነው? ይሄ ደግሞ አሁን ይሄንን አዲስ ሃይማኖት ይዞላችሁ የመጣው ነብይ ደግሞ ነብያችሁስ ምን አይነት ነብይ ነው ብሎ ጠየቃቸው። ሲጠይቃቸው ፈሰሚዓ ሚን كلامهم ما ملأ قلبه يقينا واطمئنانا በጣም የሚያረካ መልስ መለሱለት። እና እነሱ በሰጡት መልስ ደግሞ ይበልጥ ቀልቡ ረካ ነጃሺ رضي الله عنه። መጀመሪያም ሁኔታቸውን አይቶ የተረዳው ነገር ነበር። በኋላ ደግሞ ይበልጥ ስለ እምነታቸው ምንነት ሲያስረዱት በነቢያችን ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የወረደውን የቁርአን አንቀጽ ሲያነቡለት ስለ እስልምና ያለው አመለካከት በጣም ጨመረለትና ቀልቡ ረካ ተደሰተ። ከዛም ፈአባ አይስሊመሁም ኢላ አምር ኢብኑ አልዓስ አሽደ አልኢባ وأعاد له ما أتحفه به من الهدايا እነዚህ ሰዎች ወደኔ የመጡትን ሸሽተው ሰላም እናገኛለን ብለው ወደኔ ሀገር የመጡትን ሰዎች በፍጹም አሳልፈ ላንተ አልሰጥህም አለው። ይሄ ሰብስበህ ያመጣኸውንም ስጦታ ያውልህ ይዘህ ተመለስ አለው። ولما عزم عمرو ابن العاص على الرحيل الى مكه قال له النجاشي عمر ابن العاص تسفى قرطو ود مكة لملسل نجاشي من علو كيف يعزب عنك أمر محمد يا عمر على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك إني أنتن أوقها له علو نجاشي أنتن بدن باوقها له بتعام أستوي بلهي هون كسونها له تاديا يا محمد قداي اندانت لالسو ብልህ ለሆነ አስተዋይ ለሆነ ሰው የሙሐመድ ጉዳይ እንዴት ይሰወራዋል አለው። ስለ ሙሐመድ ምንነት ስለ ሙሐመድ እውነተኛ ነብይነት እንዴት አታውቅም አለው። فوالله انه لرسول الله اليكم خاصه والى الناس كافه ነጃሺ ምን አለው? والله በጌታ ይሁንብኝ እሱ ለናንተ ለቁረይሾች ብቻ የተላከና እንደዚሁም በአጠቃላይ ለዓለም ሁሉ ለሰው ዘር ሁሉ የተላከ እውነተኛ የአላህ መልእክተኛ ነው አለው። ስለዚህ እሱን ብትከተል ይሻላል አለው። ይሄን ሲለው فقال له عمرو أأنت تقول ذلك أيها الملك ንጉሶይ አንተም ልክ እንደዚህ ትላለህ አለው። እሱ እውነተኛ የአላህ መልእክተኛ ነው ብለህ ትላለህ አለው። فقال النجاشي إي والله فاطيعني يا عمرو وامن بمحمد وما جاءكم به من الحق او والله نهنن لاله قالوا الكس اني يالكون انين تاززني قالوا انين سمعني بمحمدنا يزوت بمطاوم امنت امن قالوا اندي كادرك تدن الله قالوا نجاشي رضي الله عنه ودع عمرو ابن العاص الحبشه ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل كذام نجاشيين تسنابته غزوون ود مكه قتل عمرو ابن العاص نجرجن يميادرغون نجر علاوقم فقد اخذت كلمات النجاشي تهز فؤاده هزا ود مكه بغزو لا يال نجاشي የነገረው ንግግር
ቀልቡ ላይ የመጣ ያንቀጠቀጠዋል። وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه الى لقائه دفعا لكنه لم يكتب له ذلك الا في السنه الثامنه للهجره ان كان نبياتنا عليه الصلاه والسلام غار لمجنانيت بزو غزي موكران مكنياتهم نجاشي ينهرون بدن بعدامطوال اونتنيا نبي مهونو نجاشي ينهروتال ነጃሺ ይደግሞ ኢንጂልን በደንብ ያነበበ ነው የነሳራ አምነት ተከታይ የነበረ ነው ስለዚህ ከዚ ከመሐመድ ጋር መገናኘት አለብኝ ይላል ብዙ ጊዜ ያስባል ነገር ግን ሁሉም ነገር በአላህ ፈቃድ ነው የሚሆነውና የአላህ ፈቃድ ሳይሆን ቀረና ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ሳይገናኝ ረጅም አመት ቆየ መጨረሻም በ8ኛው عمت هجرة لي كنبياتنا عليه الصلاة والسلام قار تغناني حيث شرح الله صدره للدين الجديد الله لبون درتون لأسلمنا كفتلت فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه بين يديه بس من تنياو عمت هجرة لي الله لبو الاسلمنا ككفتلت بهالا ود مدينة نبياتنا عليه الصلاة والسلام ساتشو لما قنيت ود مدينة قزون كتلا مدينة هدو بس ساتشو فيت اسلمنا مكبلون لما مسكر ود مدينة قزو جمرة وفيما هو في بعض طريقه التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهما يمضيان الى حيث يمضي ويقصدان ما يقصد ود مدينه يتغواز باللبت ساعات يتوسن منجد اندهده كخالد ابن الوليد النا عثمان ابن طلحه غار تغنايو الناسم ميهدوت اسو ود ميهدبت بوتا نو ود مدينه نو الناسم غزو ميادرغوت الناسو فلاغوتاچوم የሱ ፍላጎት ነው ፍላጎታቸውም ተመሳሳይ ነው አምሪ ኢብኑ አልዓስ ወደ መዲና የሚሄደው ከነብዩ ጋር ተገናኝቶ እስልምናን ለመቀበል ነው خالد ابن الوليد እና عثمان ابن طلحه የሚሄዱት ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ተገናኝተው እስልምናን ለመቀበል ነው فانضم اليهما ومضى معهما ከዛ ሁለቱም ከሁለቱም ጋር ተገናኝና ሶስቱ ሆነው ወደ መዲና ጉዟቸውን ቀጠሉ فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة كذا መዲና ገቡና ከነብያችን ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተገናኙ خالد بن الوليد عثمان بن طلحة እስልምናን ተቀበሉ ለነብያችን ሙባያዓ ገቡ ቃል ኪዳን ገቡላቸው ለነብዩ ثم بسط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده لعمر فقبض عمر يده عن النبي صلى الله عليه وسلم كزيام نبياتنا عليه الصلاه والسلام لعمر ابن العاص اجاچون زرقولت اجاچون زرقولتنا كزام اسو يساچون اج چبطنا مبايعه جبا للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو فقال أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي كذب من على تشو الله اسكزاري يا صالف كتن هاتياتين الله اندي مرلين لزيا مبايعا قبال له يبلو ينبياتنا عليه الصلاة والسلام اجات شو انشبت عتشو سيشبت عتشو اسات شو من علوت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما اسلمنا كوالوت اسلمنا نا هجرة لدين بلو مسدد النزي خلاتو كذيب فيت يتسرو من اميهال يقزفو هاتئات وچن بيهونو يعنن هاتئات يافرسو تال عيزو هالونا نبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن العاص اصنانوت يعني الله وانجليني مرني هونو يميل
ፍርሃትና ስጋት ውስጡ ላይ አድሮበት ነበር። ስለዚህ አንድ ሰው በኩፍር ላይ ረጅም አመታተንም ቢቆይ በኋላ ላይ ግን እስልምናን ከተቀበለ እስከ ዛሬ ያሳለፋቸው ኃጢያቶች በሙሉ እንዳልነበሩ ነው የሚሆኑለት። ልክ ከናቱ ሆድ እንደወጣ አራስ ህፃን ልጅ ሆኖ ነው የሚታየው። ከወንጀል ሁሉ ንጹህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አምር ኢብኑ አልዓስንም ይህንን ብስራት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገሩት። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ሰሃቦች ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ እንደዚሁም ደግሞ ዑስማን ኢብኑ ጠልሃና አምር ኢብኑ አልዓስ እስልምናን የተቀበሉት በአንድ ቀን ነበር ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ በሚቀጥለው درس لي كاريون يا عمر ابن العاصن تاريك يمنا يهونال لزاري زلاي إناكم ألن وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh.